بكل الأحوال رغم كل هذا المشهد الدموي في سوريا، لشهر رمضان في مدينة حلب طقوس الخاصة التي يحاول سكانها الحفاظ على بعضها وتجاوز العقبات الكثيرة التي تبدأ بالقصف ولا تنتهي بغلاء الأسعار. تقرير زميلنا وائل عادة من حلب. هي السنة الرابعة التي يمر فيها شهر رمضان على مدينة حلب بطعم مختلف عما اعتادته المدينة في السابق، فالأسواق التي كانت تضج بالباعة والمتسوقين تقلصت إلى أقل من النصف، وبقي بائع السوس وهو المشروب الأشهر في شهر رمضان يحاول الحفاظ على وجوده. وهون برمضان بيباع السوس والتمر الهندي، العالم له بهجة أكثر يعني. رمضان اختلف هذا رمضان عن رمضانات السابقة؟ يعني أشوى شوي. رمضان السابق ما في عالم طاول، هلا أشوى شوي العالم رجعت وأحسن يعني، حيث إنه في أكثر. قبل الثورة طبعاً لا في فرق خير والله، كان السوس نخدم 150 وهلا اليوم 425. الكثافة السكانية في المدينة والتي تقلصت بشكل ملحوظ بسبب تساقط البراميل المتفجرة بشكل يومي على الأحياء السكانية الكثيفة، الكثافة التي بدأت تتزايد كما يقول الباعة هنا في اليومين الأولين لشهر رمضان والذي اختلف كثيرا عن رمضان الماضي. فرق كبير. مش يعني كان كل شيء موفر، هلا الكهرباء ما هي موفره، دراجات ما عم نشغل، المي مقطوعه، يعني كان اول شيء كل شيء موفر، نجي المساء ما نتعذب، مي موجوده بارده، البراغي شغله، الكهرباء موجوده، هلا انتكفنا نتف. ما زال سكان مدينة حلب يحافظون على الأجواء الرمضانية التي اشتهرت بها كبائع السوس وبائع المعروك اللذان لا زالا موجودين على الرغم من كل الظروف. وائل عادل، الغد العربي، حلب. أيضا يعني رغم كل الآلام، لأنه رغم البراميل، رغم القصف، رغم الدمار، رغم القتل، إلا أنه الحلبية يعيشون أجواء رمضان. مع ذلك هذا لم يغيب على أناس آخرين سوريين.